محمد هاشم مصطفى سائق اتوبيس شر. فكره المصاحف دي عشان دخل على شهر مفترق شهر رمضان، يعلم يركب معانا الاتوبيس، يحب يقرا جزء بتاعنا ومنه يكسب ثوابه وايه وحسنه. خدت بالك عشان ايه شهر مفترق ايه شهر رمضان. بشكر هيئة النقل العام اللي عملت الفكرة الظريفة دي انها تحط حاجات نستفاد منها، بس يا ريت الناس تحافظ عليها. فكرة حلوة، فكرة المصاحف، فكرة رمضان الناس تقرا تقرا وهي تسلي السماء وتسلي وقتها وتسلي طريقها والطريقة الطويلة بتاعها. فكرة جميلة، فكرة حلوة، الناس تتذكر تذكر الله سبحانه وتعالى.